تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يوجه بمضاعفة الجهود لخدمة الحجاج اليمنيين. محافظ حضرموت يطلع على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومشاريعها المنفذة بحضرموت. المحافظ البحسني يشيد بنجاحات مكتب تربية ساحل حضرموت في استقرار العملية التعليمية ومتابعة أوضاع المعلمين المتعاقدين. مصلحة الهجرة تستكمل طباعة جوازات السفر حتى يونيو وتدعو المواطنين لاستلامها. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وزارة الأوقاف والإرشاد بمضاعفة الجهود لخدمة الحجاج اليمنيين في موسم حج هذا العام، ابتداء من التفويج حتى استكمال أدائهم للمناسك بسهولة ويسر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء مع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية للإطمئنان على سير عملية تفويج الحجاج اليمنيين وما تم إنجازه من استعدادات لاستقبال الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم. واطلع الدكتور معين عبد الملك خلال الاتصال على الخدمات التي عملت الوزارة على تحديثها وتطويرها، مشيدا بالجهود والتسهيلات التي تقدمها وزارة الأوقاف ومكتب شؤون حجاج اليمن، مثملا تعاون الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مع بعثة الحج اليمنية. بدوره أكد وزير الأوقاف والإرشاد حرص الوزارة على تهيئة كافة الظروف الملائمة والمناسبة لتسهيل مناسك حجاج بيت الله الحرام، موضحا وصول قرابة 17,000 حاج يمني من كافة محافظات البلاد. اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومشاريعها التي سيتم تنفيذها في حضرموت خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا مدير مشروع دعم الاستقرار في اليمن أحمد سعيد ومدير مشروع دعم التعايش في اليمن مالك عبد العزيز للاطلاع على المشاريع التي نفذتها الوكالة في حضرموت منذ العام الماضي والبالغ عددها 5 مشاريع. وأكد محافظ حضرموت خلال اللقاء على استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع الوكالة الألمانية، داعيا إلى تنفيذ المزيد من المشاريع في المحافظة في المجالات والجوانب المختلفة. ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون أوضاع المعلمين المتعاقدين على مستوى المحافظة. وأثنى المحافظ على الجهود التي يبذلها مكتب التربية في متابعة قضايا المعلمين المتعاقدين في سبيل حصولهم على مستحقاتهم، بالإضافة إلى متابعة قضية تثبيت المتعاقدين التي سبق التوجيه فيها من قبل رئيس الجمهورية. كما أشاد المحافظ بدور مكتب التربية في إقامة الملتقيات الطلابية التي يشارك فيها قرابة 3,500 طالب وطالبة في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزيرة. وبدوره ثمن وكيل الوزارة مدير مكتب التربية بساحل حضرموت دور المحافظ البحسني في معالجة وحل كثير من المعوقات التي تواجه العملية التعليمية ودعم قطاع التعليم. ناقش اجتماع عقد بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت برئاسة وكيل الوزارة مدير مكتب تربية ساحل حضرموت جمال سالم عبدون عددا من القضايا التربوية والتعليمية بمديرية المكلا
وفي الاجتماع أشار وكيل وزارة التربية إلى أن الأعداد الكبيرة التي تمتلكها المديرية من المعلمين الثابتين والمتعاقدين أسهمت في خلق استقرار نوعي في العملية التربوية، لافتا إلى أن خطة التدريب والتأهيل التي نفذها مكتب الوزارة بالمحافظة كان لها أثر في تحسين قدرات ومهارات المستهدفين من المعلمين المتعاقدين. كما أكد الوكيل عبدون على ضرورة الاستعداد الكامل من قبل إدارة التربية بمديرية البوكلة لخطة الاستيعاب وفقا للتوسعة التي تشهدها المديرية في المشروعات التعليمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل دور الرقابة والضبط الإداري والنزولات الميدانية على المنشآت التربوية والتعليمية بالمديرية بما يسهم في الحفاظ عليها. استكملت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية طباعة كافة الجوازات حتى نهاية شهر يونيو الماضي بجميع فروع المصلحة، داعية المواطنين للتوجه لاستلام جوازاتهم. وأوضح مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عبد الجبار سالم أنه على كافة المواطنين الذين لديهم معاملات معلقة بفروع المصلحة بالمناطق المحررة التوجه لاستلام جوازاتهم، مضيفا أنه تم طباعة أكثر من 150 ألف جواز كانت معلقة بسبب شحة توفر الجوازات في فروع عدن وتعز ومأرب والمكلا وشبوة والمهرة وسيئون. وشدد مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات على ضرورة تعامل المواطنين مع الجهات الرسمية في فروع المصلحة وعدم التعامل مع السماسرة حتى لا يقعوا ضحية للابتزاز، مؤكدا أن جميع الفروع التابعة للحكومة ومراكز الإصدار بالسفارات والقنصليات المعتمدة تستقبل مئات المعاملات الخاصة بالمواطنين. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يوجه بمضاعفة الجهود لخدمة الحجاج اليمنيين. محافظ حضرموت يطلع على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومشاريعها المنفذة بحضرموت. المحافظ البحسني يشيد بنجاحات مكتب تربية ساحل حضرموت في استقرار العملية التعليمية ومتابعة أوضاع المعلمين المتعاقدين. مصلحة الهجرة تستكمل طباعة جوازات السفر حتى يونيو وتدعو المواطنين لاستلامها. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.